Bonjour. Okay. بال 2014 كان هدف لبنيز Alternative Learning دعم الطلاب من خلال إنشاء منصة طبشورة، ولكن مع بداية 2020 اكتشفنا أن الأساتذة كمان بحاجة لدعمنا بسبب الانتقال المفاجئ للتعليم عن بعد اللي نتج عن انتشار COVID-19. اليوم وبعد حوالي سنتين من الانتقال للتعليم عن بعد، بعض من الأساتذة حاسين أن التعليم الإلكتروني عبء كبير عليهم، وهالشي بسبب عدم توافر المهارات والموارد التعليمية المناسبة. ومن هون خلقت فكرة مشروعنا للمدرس. هو مشروع بيهدف لدعم الأساتذة من خلال تنمية مهارات وتمكين من إنشاء موارد تعليمية مخصصة للتعليم عن بعد بكافة المواد. الصعوبات اللي واجهتها خلال التعليم عن بعد كانت مقسمة على ثلاثة: على المعلمة، على الطالب، وعلى الأهل. قبل كنا يعني نحضر الدرس بس ما نعرف كيف بده يتطبق، يعني نوصل على الصف نحس بتلبك، لأنه واحدة من التحديات اللي كنا نواجهها كمعلمة بمدرسة رسمية ومعلمة بمدرسة خاصة أنه تلاميذ الرسم كان كتير صعب عليهم، ما عندهم إنترنت، كان صعب عليهم يوصلوا لدرس معين. هدف مجتمع التربويين Learning Land وبهيدا المشروع بالشراكة مع Lebanese Alternative Learning هو يأمن مساحة للتربويين ليتشاركوا الخبرات ويعززوا المعرفة تبعيتهم. بمشروع للمدرس، أكثر من 60 خبير ومعلم التقوا مع بعض على فترة 6 شهور من مختلف المناطق اللبنانية ليفكروا ويبنوا حلول واقعية للمشاكل يلي عم نواجهها بالتعليم عن بعد. مشروع للمدرس كانت فسحة كبيرة لحتى نطبق التيم وورك اللي نحن على طول بنحكي عنه، نتعرف على أساتذة جداد، نشارك خبراتنا. الأونلاين ليرنينج فتح مجال على كل الريسورسز وعطانا هيدي البوش إنه نحن نعمل شيرينج لكل الأيدياز اللي عندنا إياها، كل الليسن بلانز اللي نحن محضرينها، كل الأكتيفيتيز، علمنا هيدا التايب أوف كولابوريشن. كونوا جزء منا، انضموا لإلنا، شاركوا معنا بورشات العمل ومجتمعات الممارسة مع لال وليرنينج لكل المراحل لكل المواد التربوية.